هكذا يردد عشاق نادي ليفربول الشعار الأبدي لهذا النادي العريق أوروبيا وكذلك عالميا. كما ذكرت الصورة معبرة جدا للأنصار الذين أصروا على الحضور ومتابعة فريقهم المفضل نادي ليفربول هو بنيويورك سيتي للتحضير للموسم القادم. كرام ليفربول الذي يغيب عنه مجموعة من النجوم الكبار خاصة فابينيو ينطلق من الجهة اليسرى مرة أخرى يدخل فابينيو فرصة الهدف الأول تضيع يا أوريغي لمسة بلجيكية والكرة بعد ذلك تخرج إلى ضربة مرمى. قبل ذلك كان في إشارة من حكم الموسم الماضي خاصة في دوري أبطال أوروبا تسديدة الهدف الأول هدف بغلطة فادحة من حارس المرمى ما دافع على مينيولي يمنح هدية لفائدة سبورتينغ لشبونة تسديدة والكرة على ما يبدو كان في المتناول للحارس مينيولي أخطأ وبالتالي منح هدفا بمثابة هدية لفريق سبورتينغ لشبونة. نتيجة تتغير مبكرا نشوف الإعادة مرة أخرى ننتظر استحواذ تقريبا شبه كل لعناصر نادي ليفربول بمرر الكرة العرضية في اتجاه أوريغي تسديدة من فاينالدوم الأولى ممكن الثانية العرضية هنا تصل الجهة اليمنى دائما الخطورة هذا الرجل كاريزما هذا الرجل وشخصية هذا الرجل وفلسفة هذا الرجل عن طريق لعبة تشامبرلين عرضية جيرمي ماتيو المدافع الفرنسي جيرمي ماتيو ينجح في إخراج الكرة إلى الركنية ثالث الركنية لفريق ليفربول ولعب لفالنسيا وبرشلونة الإسباني بينما الكرة العرضية والركنية هنا البلجيكي أوريغي عرضية دائما الثانية مراوغة ممتازة عرضية بعيدة على أوريغي بعيدة جدا على اللاعب أوريغي ولكن يلحق على هذه الكرة اللاعب الاسكتلندي روبرتسون يلعب واحدة دين روبرت ستلعب الركنية الرابعة لفائدة ليفربول الأوروبية التي ستجمع بتشيلسي للعرضية ولكن بعيدة مرات الدرع الخيرية أمام فريق مانشستر سيتي بينمونا مراوغة محاولة ساديو ماني صلاح خاصة المحامي أوريغي تشامبرلين يعيد مباشرة لفابينو هناك سوى الرباط الصليبي الأمامي تلعب هذه الضربة الحرة ولكن بعيدة هذه الكرة بعيدة عرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي ضربة راسية رينان ريبيرو يلو من تصدي لكرة صعبة وصعبة جدا ولكن ردة الفعل كانت رائعة من رينان عناصر نادي ليفربول لافتكاك الكرة والضغط على دفاعات عناصر سبورتينغ لشبونة لإجبارهم على ارتكاب الخطأ في صافرة وفي ضربة حرة يقول الحكم دوم فاينالدوم تمرير روبرتسون العرضية التعادل ليفربول هذا ما انتظرناه مشاهدينا الكرام نتيجة الضغط الرهيب الذي فرضه الريدز أمام فرحة وكذلك ردة فعل الأنصار والعشاق هنا بالولايات المتحدة الأمريكية يصفقون المجهودات التي تبذل أوريغي يتوج هذه الهجمة بهدفها التعادل أمام أرس حتى ولو غاب النجوم لكن ليفربول وليفربول فقط على مستوى اللاعبين ولكن أيضا على مستوى المدربين فأصبح يوم يلعب بمهاجمين فاينالدوم وكذلك اللاعب أوريغي بينما وسط الميدان في هذا المرتد الهجومي السريع فرصة مرة جانب العرضية في اتجاه أوريغي تسديدة مرت بعيدة على مرمى الحارس رينان ريبيرو بينما نقترب من نصف الساعة الأولى تعادل واحد مقابل أمام بروسيا دورتموند ثلاث أهداف مقابل هدفين لدينا كورة ومينيولي الهزائم في المباراة الودية لمع الفريق الألماني ليوني فابينيو هناك صافرة نعم في تدخل واضح وضربة حرة لفائدة هنا فريق ليفربول بينذار نعم انذار في مينر يرفع الكرة في اتجاه فاينالدوم والبقية صار يحضر من عناصر الريس يعلي الريتم مشاهدينا الكرام وأيضا كريستيان ألكسيس بورخا المباراة مع نادي فوران في الموسم المنقضي 2018-2019 كان فيه خطأ من جانب اللاعب فابينيو نعم فابينيو يرتكب المخالفة برونو فرنانديش يسدد برونو لكن فرصة تسديدة فرصة محدود كم هو محدود مينيولي
الحكم هو محظوظ من يوليه في هذه الكرة. ضربة راسية حاول مرة أخرى برونو 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 ماذا هناك؟ وضع الهدف أعتقد الجميع بأنه هذا الثاني لنادي سبورتينغ. هذا الثاني كان في المتناول خروج بالكرة تمشي ناحية فاينالدوم. حاول فيها حركات وردات فعل المدرب يورغن كلوب أنه غير راضي. ربما شاف بعض الأمور تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى ترميم، تحتاج إلى الكثير من المعالجة. سننتظر أكيد. يلعب على الجهة اليمنى العرضية فاينالدوم لبس أبيض. روبرتسون من جديد يحاول اختراق. روبرتسون مع من يا روبرت؟ ينطلق بسرعة الآن ماتيب. ماتيب لمن بين يا قد الجب يراوغ ماتيب يمرر لألكسندر أرنولد. يجد عناصر سبورتينغ لشبونة للخروج. تسديدة بعيدة بعيدة للكرة. ليفربول تمشي كرة الأمام. خطأ فاينالدوم 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 والثاني نعم الثاني ليفربول. فاينالدوم يستفيد من خطأ فادح في التغطية وبالتالي يأتي الهدف الثاني على بعد تقريبا دقيقة واحدة من هذه الجولة الأولى. بعد أوريغي يأتي الدور على اللاعب فاينالدوم لمضاعفة النتيجة. لمن يمين فاينالدوم ينادي فاينالدوم فاينالدوم هو هو هدف ثالث يضيع مشاهدينا الكرام. شوف كيف يفتكون الكرة وكيف ينطلقون بسرعة. مجهود كبير قام به الأمين في وسط الميدان. فياتو يمرر كرة تسديدة لكن تلعب الركنية. تعادل يضيع نتيجة بهدفين عن طريق أوريغي ثم فاينالدوم. وشوف الفرصة الماضية يترك لفان دايك يتقدم إلى فان دايك يسدد فان دايك ولكن بعد حارس رينان ريبيرو كما يفعل الآن لاعب أوريغي كما يفعل الآن البلجيكي أوريغي بضغطه يتحصل على ركنية في لحظة ارتباك مطالب بإحراز لقب الدوري الإنجليزي بعد 30 سنة. يتوسل بكرة يلعبها قصيرة مع فياتو تسديدة لكن مرة جانبا. تبادل كروي جميل وبناء هجومي من اروع ما يكون. سام في كذلك لويس بنفيكا وسبورتينغ بينما انطلاقة فرصة فينديل 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 يعيد لفرنانديش التسديدة من فرنانديش انطلاقة من برونو برونو فرنانديش برونو يمرر وفرصة والهدف الثاني والهدف الثاني عن طريق فينديل. فينديل يستفيد من عمل فردي رائع للاعب برونو فرنانديش. ممتاز القائد برونو ممتاز ما يقوم به برونو فرنانديش. انطلاقه بسرعه اعتقدنا بان برونو فرنانديش سيسدد ولكن يمرر بطريقه ذكيه للاعب فينديل. الحفاظ على هذا اللقب الامر سيكون صعب وصعب للغايه لكن جمهورك عشاقك متابعي هذا النادي العريق هذا النادي الكبير. اعتناه الى تغييرات من يورغن تنفذ الكرة هدف ثالث. ستلعب الركنية مرفوع الكرة والقائم والقائم يرد الكرة والقائم يرد كرة اللاعب فان دايك ابرز ترافيتو. الارجنتيني يمر الارجنتيني يدخل هنا يا كنترول اجمل والمرور ممكن والتسديدة قد تحضر هنا لكن يفتح المجال للاعب روبرتسون 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 يسلم مع المدافع وزميله ماتيب. تلعب هذه الركنية من مينر على القائمة الثانية 24 سنة واللاعب اللي كانت عنده تجربة مع الاودينيسي 2001 2002 يعني مدة زمنية طويلة سيطر فيها بورتو وبدرجة أقل الغريم نادي بنفيكا. أما سبورت يضغط من جديد والرأس الثالث ممكن الثالث كما لمن يمين نير يرسل كرة طولي بروسيا دورتموند 3-2 لأن 2-2 ممكن يتكرر هذا الأمر ممكن يتكرر هذا الأمر. صلاح في كل مكان يغيب اليوم لكن اسم صلاح حاضر وهجمة سبورتينغ حاضرة هنا بالتصدي من مينيولي. هذه من تصديات لتحسب للاعب مينيولي تتجاوز القادم الفرصة قائمة فرصة في ناحية من كواتيس ترسل الأمام
في هذه المواجهة وتصنع الفارق. ملعوبة الكرة لبرونو، برونو في درا يلعب لفابينيو، القائمة الثانية كانت تسديدة ركنية، ركنية يا مينر، ركنية يا مينر، وما طلب الكرة.